السلام عليكم، أنا نبيل معروفي، حاليا مهندس في الإعلاميات واحد الشركة مغربية دولية اللي هي HPS. قبل من هذا الشيء أنا تخلقت ضعيف البصر وقريت مع أطفال في مدرسة عادية، ولكن كان عندي ديما صعوبات نشوف السبورة، ولكن الحمد لله كملت المسار الدراسي ديالي حتى خديت البكالوريا في العلوم الرياضية، وحاولت أنني ندخل كلية العلوم، وهنا لقيت صعوبات بحكم ضعف البصر ديالي، ما كنتش كنشوف السبوره في المدرج، وانقطعت على الدراسه في السنه الثانيه. والوالده ديالي الصراحه كانت كتشجعني ديما نقرا، كتقول لي قرا واخا ما تخدمش بالقرايه ديالك، ولكن ما تكونش الاعاقه ديالك يعني حاجز يخليك توقف القرايه. وشجعتني نمشي لفرنسا، وتما يعني اكتشفت بان كاين ظروف مختلفه، واحد البيئه اللي كتساعد الواحد اللي عنده اعاقه بصريه باش يكمل الدراسه ديالو. وبالصدفه كنت اكتشفت واحد البرنامج مجاني سميتو بورتانوم، اللي بفضل كاميرا عاديه وبي سي عادي كيمكنك تاخذ الصوره ديال السبوره وتقربها وتكبرها. وهنا لعبت التكنولوجيا واحد الدور كبير في حياتي، بحيث ان ديك الصعوبه اللي كانت عندي انني نشوف السبوره ما بقاتش، وكملت المسار الدراسي ديالي في دوغ عاوتاني في الرياضيات والاعلاميات في فرنسا، ودخلت في مدرسه المهندسين اللي كنت كنحلم ندخل لها من قبل وما تحتليش الفرصه. وبالتالي يعني كان المسار ديال الدراسي ديالي تغير بفضل التكنولوجيا وفضل التنظيم يعني والمساعده ديال الاساتذه. وفي 2007 من ساليت الدراسه ديالي دخلت للمغرب، وكان واحد الطلب ديال عدد الناس انهم يكون هذه الوسائل اللي كيستعملوا الناس في الخارج باش تعاون الإعاقة البصرية تكون في المغرب. ودرت واحد الشركة كنت كنبيع فيها المنتوجات الخاصة بمكفوفين ضعف البصر، وكنت كندير تكوين في الإعلاميات وخدمات كطباعة البريق. وهذا البرنامج اللي تكلمتكم عليه اللي هو هذا البرنامج ديال التكبير مجاني، وقلت هذا راه يقدر يصلح للمغاربة، كاميرا عادية بي سي عادي يديروه في القسم. وهنا بدات العراقيل، كنت كنقترحوا على بعض الناس الامكانيات محدوده كيلقاو اللي يساعدهم. نهار كيمشيو بهذاك الجهاز ديالهم للقسم، كيكون اما الاستاذ ولا الاستاذه كيقول لهم لا الا دخلتي وحاسوب القسم وكاميرا الدراري الاخرين ما يقدوش يركزوا مزيان، ما نقدرش نقبل هاد الاله في القسم. ولا مثلا بعض المسائل كيقول لك لا هاد السيده مثلا عندها شي مرض اخر ما يمكنناش ندخلوها، ما كاينش نمشي معها للمرحاض واخا عندها تجهيزات ما يمكنلاش تقرا. وهنا لقيت بان التكنولوجيا كتعاون بزاف، ولكن مازال واحد التوعيه اللي خصنا نديرو فيها مجهود كبير. وكان هذا علاش التحقت بفيزيون تكنولوجي، لانهم كيهتموا بالتكنولوجيا وكيهتموا حتى بالتوعيه على شنو هو الدور اللي كتلعب التكنولوجيا في حياه الكفيف وضعيف البصر. والحمد لله من خلال المعارض اللي كنا كنضموا معاهم مع دي في اكسبو يعني اللي لقات اقبال كبير، وهذه الدورة ديال 2020 اللي لقات واحد الإقبال أكبر من خلال البث عبر الإنترنت. يعني هذه المسألة مهمة، هي أن كل الناس خصهم يعرفوا بأن راه بواحد الوسائل بسيطة كيمكن شخص كفيف ولا ضعيف البصر يغير المسار الدراسي ديالو. فأنا من شخص فاشل في الدراسة في المغرب مشيت لفرنسا، لقيت واحد الجهاز بسيط ثمن ديالو مقبول، كملت به الدراسة ديالي. وكنتمنى هذه الرسالة نقدروا نوصلوها لواحد العدد الناس، سواء أساتذة سواء أرباب شركات اللي باغيين يخدموا الناس، يعرفوا بأن راه كاين وسائل كتمكن الكفيف باش يتعامل مع الحاسوب، يتراسل مع الناس، يتواصل ويقوم بديك الشيء اللي كيقوم به الشخص مثلا اللي ما عندوش إعاقة بصرية بنفس الجودة. وخاصة صراحة كاين بعض الحالات اللي كيكون الكفيف كيخصو وقت أكبر، وهذه مسألة كتكون في الأول لأنه ما عندوش واحد المعالم بصرية، فكيخصو واحد الوقت باش يتأقلم مع الظرف، ولكن حدو كيولف يعني ديك المهمة ديالو كتولي الأمور ميسرة وكيبدا يخدم بحالو بحال الناس، وتا الإعاقة ديالو ما كتبقاش تبان. أنا الحمد لله في العمل كان أول مكالمة مع شخص مسؤول في الإعلاميات كان واحد التخوف، قال لي شنو خصك، واش خصك شي آلة خاصة، كانوا ما عارفينش يعني شنو الوسائل اللي تقدر تساعدني.
ولكن مجرد انهم تعرفوا عليا وشافوا شنو الوسائل اللي تقدر تعاونني وكيفاش كنخدم، ولات بالعكس واحد الرغبه انهم يوفروا لي احسن الظروف. فبلا ما كنطلب منهم يعني بزاف ديال الحاجات داروها في الشركه، زادوا اضافه صوتيه لبعض الاشارات بحال البادج ملي كندخل، يعني الى شعلات البوله خضراء بان الباب تحلات زادوا واحد الصوت باش نعرفوا بان البادج يعني داز. في لاسونسور بلا ما نطلب منهم زادوا البراي، يعني واحد الشركه اللي منفتحه وكيحاولوا ما امكن هما يطوروا يعني الاليات ديالهم والبيئه الوسط ديال اللي كنخدم فيه باش العمل ديالي يكون ميسر. ولكن كنظن هذه المساله ماشي عامه في المغرب، لان الشركه اللي كنخدم فيها انا هي شركه دوليه وكتشوف بزاف التجارب في الخارج، عندها انفتاح على ثقافات اخرى. المساله هذه كنظن خصها تعمم يعني في بزاف ديال الشركات في المغرب، يحاولوا وما يكون عندهم واحد التحدي باش يوفروا الظروف الملائمه لاي شخص كما كان. من كنت طالب في المدرسه المهندسين كنت كنجلس، ولكن من ضعف لي الشوف ما بقيتش كنقدر نشوف السبوره، فكنت كنجلس وغير كنتصنت وما كنكتبش، حيت واخا نكتب يعني شي حاجه ما كنقدرش نعاود نقراها بسهوله. فكنت كنجلس وكنتصنت، واحد عدد ديال الطلبه اللي كانوا معايا لاحظوا المساله وجاو عندي واحد النهار واحد 4 ديال الطلبه قال لي راه كنشوفو كتجلس وما كتكتبش، فكنتسائلو كيفاش غدوز الامتحان. قلت لهم انا غير كنركز وكنحاول حاجه اللي عقلت عليها مزيان، واللي ما عقلتش عليها ما عندي ما ندير. هما يقولوا لي دابا حنا بغينا نساعدوك وكنعرفو كتخدم في الحاسوب بالتكبير، واش الا كتبنا داكشي اللي في السبوره كتبناه في الحاسوب وصيفطنا لك واش يقدر يساعدك؟ وهنا تجمعوا واحد 15 ديال الطلبه من مختلف الجنسيات، يعني حيت المدرسه كيقراو فيها بزاف الناس، وداروا برنامج بيناتهم حيت كل واحد كانت كتجي ساعتين في السيمانه اللي خصو يكتب داكشي في السبوره ويصيفطو لي. وفي الاخر ديال السنه شكرتهم، قلت لهم شكرا اللي ساعدتوني على هذا، يعني بفضلكم يعني الدراسه ديالي كانت اسهل. وتفاجات يعني حتى هما شكروني، قال لي راه انت كنشكروك لان من خلالك تعلمنا كيفاش كتخدم، شنو الوسائل اللي كتساعدك. وهذه المساله هذه مهمه، هنا كيظهر الدور ديال الدمج المدرسي اللي المغرب بدا فيه واحد المسار، وكنظن هو الحل اللي غيخلي الكفيف ولا الشخص اللي عنده اعاقه بصفه عامه ما يبقاش غريب على المجتمع. نهار غيكون في القسم معاك واحد عنده اعاقه وكتشوفوا كيفاش كيقرا كيفاش كيتحرك، غتكون كتعرف المسائل اللي تقدر تساعده. ونهار اخر من تكون انت خدام ولا مسؤول على شركه وغيجي يخدم عندك، غتكون بحكم التجربه ديالك الدراسيه معاه وانك عرفتيه، غيكون ديك التفاعل معاه احسن وظروف الادماج المهنيه تكون افضل.